السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدين قناة ثروة باسم على اليوتيوب في فيديو جديد بعنوان صاروخ جرار روماني. الصاروخ دون استخدامه تفتيح المناصل أو زروق ما بين الأرض وبعضها أو للزرع. زي ما حضراتكم شايفين الصاج تخانة 6 ملي، تقدر تتحكم في الارتفاعات او منسوب البتشر او الصاروخ، كل واحد وعلى حسب ما بيسميه. له 1 2 3 4 عيارات تقدر تتحكم في الارتفاعات بتاع الزاروق او المنصل من ال4 عيارات دول. طبعا بيتركب له شفرة قدام، شفرة صلب، كل الصاج اللي راكب فيه تخانته 6 ملي، قمر 10 سنتي، شاسيه اللي قدام 20 ملي، طقم تيل كامل معاك فوق 3 عيارات، كل منسوب زي ما حضرتك هتحتاج تشغله. طبعا العيارات اللي ورا دي بترفع الوش من قدام والصاروخ من تحت بينزل يبقى اطول. تقدر انت تعمل بيه حاجه، لو عايز تعمل بيه حاجه رفيعه مسارات زي اللب مثلا، تقطع لب تقطع بيه لب. عايز تعمل بيه حمال كبير او زاروق او منصل كبير بتعليه على الخرم الاخير فوق، بيديك العيار اللي حضرتك تبقى محتاجه في الشغل. يا ريت الفيديو يكون عجب كل من شافه، يا ريت الناس تعمل لايك واشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا.